الشط، شط بيروت، كيف كان؟ وين صار؟ وين راح يكون؟ طب كسر خيزران، جواب كله تغير. معالم تبدلت ملامحها ولكنها بالتأكيد حافظت على المعنى أو الذكرى. هي نظرة تحيي الأشياء من جديد، من ضوء، شال أو صورة ملكية يتجاوز عمرها 50 سنة. عادة شباط النباط الصبح الطقس بيكون شيء وبيرجع بيتغير، يمكن تشتي ويمكن لا. بالبر، البحر أو الجو تبقى رحلة هدفها تغني تجاربنا. كبسة زر كفيلة نكون واحد من كل. عملية تبادل ثقافي، صداقة جديدة ومغامرة، كاوتش سيرفينج. بس شو المانع يكون معي شمسية مادام شكلها حلو وبتلبق مع كتابي؟ كبسة خيزران قطعة ممكن تكون بطور الانقراض، مواد، تقنيات والوان جديدة وبترجع الحياة تنبض بالتراب. هو هدف سامر الأمين، تجنب خلق أشكال جديدة وإنما استخدام عناصر الماضي لتعود وتتكيف مع الحاضر. مصمم هالكرسي هو جرافيك ديزاينر بالأساس، أنشأ بالعام 2006 شركته الخاصة Image Consultancy Company 2503 ليطلق من بعدها علامته التجارية الخاصة Walking Objects. وجوه عديدة من كرتل الخيزران، طبعة صلبة مطحوبة من الجلد ومن الحرير. أكل ألوان كرتل الخيزران مع سامر الأمين. بعدني عم بحبش لهلا بعد ما لقيت الاوريجن الاصلي تبع الكرسي. شي بيقول تركي، شي بيقول لبناني، شي بيقول مصري. ظهرت بهيدي المنطقه بتقريبا 1889 اول كرسي ظهرت، بس لا بدي سميها على اسم اول كرسي طلعت، فبعدني عم بعمل ريسيرش. ما في ملك وما في فقير وما في، هيدي الكرسي قطعت على كل الناس، وهذا بيعطيها بخليها حقيقية، يعني برودكت موجود متناول كل الناس. أخذناه اللي هو شعبي بالنتيجة، أخذناه وعملناه، عليناه بعد، عملناه ديزاين. الفكرة من وراها إنه هيدي الكرسي عندها شكل ريترو قديم كتير حلو، بس اللي صار استهلكت الكرسي، يعني ما في مطعم، ما في قهوة، مدهونة، مقحطة، مخزقة، مقشرة، قماش عتيق. حبيت ارجع اخدها وصيغها بقالب جديد، بعملها مودرن، رجع لها حقها، رجع لها قيمتها بطريقة جديدة. وصلت لأعمل برودكت ديزاين مش بالصدفة، يعني انا ادو كوربريت ايفنت، وكل ما كنت عم بعمل ايفنت انتبهت انه انا عم صنع اشياء خصوصي الي. عطول بدي بار، بدي ستور، بدي شيء بكون ما بلاقيه بصنعه. فقلت انه لكن اي شود، لازم فوت بهيدا الدومين. كثير بحبها للكرسي اكشلي، وحبيت يكون اول برودكت طالع من المنطقه، يعني عاده انه هيدا حتكون كرسي لبنانيه مبدئيا. ريديزاين بشخص لبناني مصنعه بلبنان، وبدي اجرب اخذها على يوروب وامريكا. سو I'm exporting كل لبنان لبرا. يعني انا بحب الاشياء بترجعك، بتعطيك هيك فلاش باك لورا، بتذكرك بشيء. يعني انا عندي، انا بتذكر على هيدي مثل هاي الكرسي وقت كنا نقصد فيها نحن وصغار، وقت نفخت القش ونقصد فيها ويعلق اجرينا ونغشى من الضحك. كل حدا عنده ذكرى، شيء بتذكرها على بلكون بيته بالجبل، شيء بتذكرها بيته ببيروت، شيء بجنينه، شيء سو بيطلع منها كثير قصص. وعم بجرب تو دوكيمنت هدول القصص از ويل لنزيد قيمه القصه. الشركه اللي خلقتها هي بوكينج اوبجكتس. بوكينج اوبجكتس اشياء بتتحرك، يعني بتتحرك مش بتمشي، بتعدل، بتتغير، بتصير بروح جديده بماتيريال جديد، اللي هو الترند ماشي بالعالم حاليا، اللي ببلش من فيليب ستارك لكذا ديزاينر، بياخذوا اشياء قديمه بيرجعوا بيطوروها. فحبيت اول اوبجكت اخذ شيء اتليست من المنطقه، اذا منه لبناني 100% بس مطعم لبناني، موجود بكل قهوه، بكل ذكريات كل لبناني بالبلد، بكل شخص قاطع بهيدا المنطقه بيعرفها للكرسي.
يعني هذه فيها تصير قطعة كلاسيكية، يعني هذه مثل كل الكراسي اللي تحولت وتطورت فيها توصل، فبدي أتأكد أنه توصل لمحلها البديه مظبوط للعالمية. عالمية كله بقول عالمية وكله ديزاينر، مش هذا قصدي. يعني أنا بهمني برودكت لبناني يصير موجود بكل العالم as a modern piece، مش بس as a مش كقطعة قديمة بس. The fact أنه ضاينت هيدا كل هالسنين وبعدها هالقد عليها طلب، يعني ما في مطعم جديد بيفتح ببيروت ما بيحط كراسي منه، شي بدهنه أسود، شي بدهنه أخضر، شي بدهنه أحمر، بيعملها بيضة، بيعملها قماشي. سو لضاين هالكل هالسنين خلق became a classic بطبيعة الحال. فهلا عم جرب نعمله أنه تصير كلاسيك بستينلس ستيل، سو بتصير أبدية مبدئيا. هذه الفكرة هي نعمل user abuse، نحدد الشخص كيف يشتغل.